سمع الله لمن حمده. الله أكبر. فأنا اسمي محمد رضا حمدان، عمري 14 سنة، من مدينة طنجة. كنت كنقرا في مدرسة عمومية في حسن الداخل، ومن بعد مشيت خرجت من الدراسة العمومية ومشيت للتعليم العاتق. قريت في بعض المساجد منهم معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب وإمام الغزالي. حفظت القرآن أنا باللوح، كنت كنحلوه ونكتبو نحفظو ونعرضو على الفقيه ولا على الوالد ديالي. في اللوح كتكتب وتينا كتقرا داكشي، مي كتسالي اللوح كتجبر راسك راه مسهل وكتزيد تحفظو كيبقى داكشي في العقل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أول نهار ختمت القرآن أنا مشيت من الدار وجبرت الوالدين فرحانين، وجبرت العائلة تما صافي، فرحت أنا وفرحوا بي العائلة. ختمتها كان في عمري 11 سنة. الشعور الفرح والسرور، والدين تاهما كان دخل عليهم فرحة وكلشي. أول نهار نصلي بالناس كان الخوف والدهشة والتشجيع للوالدين هو اللي شجعني، وبديت كنصلي بالناس عادي. صليت بالصلاة جاو الناس وفرحوا بيا وسلموا عليا صافي. المشاكل اللي كنواجههم أنني نخطأ في شي فتمن اللي كنصلي بالناس. واحد النهار كنت كنصلي بالناس وواحد الفتية مشات كان معايا، كان مورايا واحد الامام هو في تالي، وكملت عادي الصلاه ديال ما دهشتي ما تخلعتي؟ لا دهشت وتخلعت، ولكن كنكمل عادي صح. علمني الوالد ديالي مصطفى حمدان، وقريت عند العم ديالي عبد الصمد حمدان، وقريت عند الاستاذ دابا في امام الغزالي عبد المجيد فتوح. الناس المتتبعين ديالي كنشكرهم على التعامل ديالهم معايا، كنشكرهم على المتابعه ديالهم، الله يجازيهم بالخير، وهذا من فضل الله. من بين الاهداف الاحلام ديالي انني نقوم بالناس في المسجد المدينه المنوره. كنشكر الوالده ديالي اللي كتعاونني في هذا الشهر هذا المبارك، اللي كتشجعني وكتحفزني، وحتى الوالد ديالي ايضا حتى هو كيشجعني وكنشكرهم بزاف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح،
المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب زري يوقد من شجرة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. النصيحة للأطفال اللي باغين يحفظوا القرآن أنهم يسمعوا الكلام ديال الوالدين ديالهم ويمشوا في طريق الله ويحفظوا القرآن الكريم ويتعلموا التجويد ديالو والشرح ديالو وما يكون الخير ان شاء الله. الرساله ديالي للوالدين والعائله كنشكرهم بزاف حيت هما اللي كيشجعوني بزاف، والناس اللي كيبغوني حتى هما كنشكرهم. ورمضان مبارك سعيد. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.